السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتجدد التحية بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم عبر قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت. مسعدنا أن نلقاكم مرة أخرى في برنامج ما بين السطور، حيث المواضيع المتنوعة الخاصة لهذا اليوم. وقبل الدخول في صفحاتنا المحلية راح نتوقف مع أبرز ما ذكر في العناوين لدى الصحف المحلية. نبدأ مع جريدة الجريدة التي عنونت معسكرون داخلي للأزرق 30 الجاري استعدادا لنيبال وأستراليا. وفي صحيفة الراي قائمة الكويت للبطولة العربية شبه جاهزة. والأنباء التضامن يستعير وادي وأديلم. وفي صحيفة السياسة برحمة يقترب من سلة القادسية. وقبل التعمق أكثر في صحفنا المحلية سيكون معنا في هذا الاستوديو الناقد الرياضي الأستاذ أحمد الشمري. أبو فهد حياك الله وياي. الله يحييك يا أبو شاهين ومسي عليك بالخير ومسي أيضا على أخواننا الخلف الكواليس، الله يعطيهم العافية على المجهود الكبير اللي بيذلونه بصراحة في البرنامج المميز. ولا ننسى أن نقول مساء الورد، مساء الأحبة إلى أحبابنا الكرام المشاهدين. بإذن الله تكون حلقة خفيفة الظل، إحنا نستفيد وهم أيضا يستفيدون بإذن الله في برنامج دائما ابو شاهين وياك انت يقولون طق الباص مع اخواننا ايضا اكيد الاخوان الموجودين ويانا بالبرنامج كلهم دائما ناخذ بالامانه المواضيع بشفافيه كامله صحيح. ونوصل الى اخواننا المشاهدين ان هذا هو الصح وهذا مثل انا بلعب وياك لعبه الوانتو ها وانت شاطر بالخذوهات تفضل حلوين حلوين. نبدأ جولتنا المحلية مع أبرز ما جاء في جريدة الجريدة. معسكر داخلي للأزرق في الثلاثين من الشهر الجاري استعدادا لنيبال وأستراليا. استغرت اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم على دخول منتخبنا الوطني الأول معسكرا تدريبيا داخليا يوم 30 من الشهر الجاري استعدادا لمواجهتي نيبال وأستراليا المقرر لهما يومي 5 و10 من سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022 وكأس آسيا بالصين 2023. ومن المقرر أن يتجمع المنتخب يوم 25 من الشهر الجاري بحضور 11 لاعبا في حين يغيب لاعبو الكويت والسلمية والعربي بسبب مشاركتهم مع أنديتهم في بطولة الملك محمد السادس للأندية الأبطال وهي البطولة العربية. احنا شفنا ابو فهد المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا وشفنا غياب اللاعبين الخاص في المنتخب مع انديتهم في معسكراتهم الخاصة. الكويت ايضا راحوا يعني التشيك صح التشيك نعم التشيك سلمي راحوا باكو اذربيجان العربية الاسبانية ففي نجوم غابوا عن هالمعسكرات. الحين العكس خلينا نقول مدى تأثير غياب لاعبين الكويت سالمية العربي عن التدريبات قبل مواجهة المنتخبين نيبالي والأسترالي. نعم أبو شاهين ما راح يكون التأثير القوي جدا لأن سيشاركون مع فرقهم. طبعا الصدفة اللي مثل ما يقولون وصلت أن البطولة العربية للأندية أيضا لا ننسى التصفيات والمباراتين أمام نيبال وأستراليا مو بعيدة عن بعض في التواريخ، فحسب اللي نعرفه ان هناك اتفاق بين الانديه والاتحاد صحيح. على الشان اللاعبين ان يكون يشاركون مع فرقهم وقبل المباراه بيومين او ثلاث ايام نعم يدخلون مع اخوانهم في التدريبات ان شاء الله وينضمون الى اخوانهم الباقيين بالمنتخب. فما اعتقد انه راح يكون تاثير القوي جدا حلو ولكن
بالامانه ما دام احنا فتحنا الموضوع انه قبل حتى ما نسكره في كل اختصار نقول هارد لك على البطوله قرب اسيا. نعم. نقول هارد لك للمستوى بالامانه اللي شفناه. مو مقتنعين انتم بالالعاب الصحافه خلينا نقول؟ مو مقتنع محليه ولا باداء المنتخب ولا بمستوى خلينا نقول المدرب؟ والله شوف احنا تكلمنا انا وانت في المدرب واعطيتك انا قلت لك اذا بغيت اوصله اعطيته اكثر بالامانه قلت 60%. نعم. بالامانه انا ماني مقتنع حتى في توظيف اللاعبين داخل الملعب من المدرب. طبعا المدرب للعلم وهذا يكون حق الحلقه ان احتمال كبير ان باكر هو اللي الحسم احتمال كبير السبت ان المدرب هل يستمر او يقال. نعم. والاقرب الاقرب لا حسب الاخبار اللي وصلتني. نعم. ان هناك نسبه كبيره امس وصلني خبر انه موجود هو او مدرب اخر اجنبي. أجنبي آخر؟ نعم. صح. لو أن الشارع الرياضي أنا قاعد أشوف أنه يطالب في المدرب الوطني. نعم. ولكن أنا قاعد أشوف أن منتخبنا حاليا أنا أقول هل هذا شيء تخبط في إدارة الاتحاد أنه في وقت ضيق أنت داش على يعني تصفيات مهمة وتروح بتغير وتاخذ وتحط وطني إلى أجنبي مساعد والأجنبي رئيسي ولا الوطني هو الرئيسي يعني فشاهد ربك. أنت اختصرته والله تخبط صحيح هذه واحدة. ثانيا انت اليوم شاركت وكلنا احنا شفنا اللياقه المدى اللي موجوده عند لاعبينا في بطوله غرب اسيا. نعم. اللياقه ما يعطيك اللاعب حتى 30 دقيقه بالملعب تقول انه على رتم واحد بعد 30 دقيقه تلقاه ينزل تدريجي. فهذا مع كل اسف احنا نقول معسكر انت واللي طلعتوا له وست مباريات. نعم. وفي لندن تمنيت انه يكون اللاعبين معسكرهم بعيد عن المدن. حلو. اللي يطلعون لها كامولات والسياحية. نعم. انت اليوم خلاص انت في صفحة جديدة بعد الإيقاف المفروض انك تكون جدي. انا في كل اختصار بختصر لك عشان ننهي. نعم. السؤال هذا اخوي بشاهين رسالة عبر برنامجنا ما بين السطور اقول حق اخواننا اللاعبين الكرم ملعبكم الكرم ملعبكم قبل حتى المدرب. كلام سليم. انت واليوم اللي نعم ترسمون البسمة في العلوجي الشارع الرياضي وجمهوركم اللي يحبكم يعزكم حتى لو انتقدكم ترى ما انتقدكم كرها فيكم لا والله القيرة الموجودة. فأتمنى اللاعبين الكرم ملعبكم باحترام للجهاز الفني والإداري. نعم. أنكم تكونون قد المسؤولية فيكم الخبرة وفيكم الشباب وشدوا حيلكم. برافو على كلامك الجميل وإحنا بعد يعني أيضا نوصل هذه الرسالة إلى اللاعبين. أنت كنت تطمح أن توصل إلى المنتخب وصلت إلى المنتخب أنت شل شعار المنتخب وعلم الكويت تشوفه خفاق عليك انك تبذل وتعطي من نفسك وبالنهايه راح تحصلها ان شاء الله بالنتيجه الطيبه مع الجماهير الرياضيه. نواصل اخبارنا المحليه ونتحول لجريده الراي حيث جاء فيها قائمه الكويت للبطوله العربيه شبه جاهزه. يعكف الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الكويت بقيادة السوري حسام السيد على وضع اللمسات الأخيرة على قائمة الأبيض المشاركة في بطولة الأندية العربية كأس محمد السادس والتي يستهل مشوار فيها بمواجهة قوية بذهاب دور 32 من مع ضيفه الشرطة العراقي في 28 من الشهر الجاري. وتنص لوائح البطولة على تقديم القوائم قبل 31 من الشهر الجاري على أن يتم إجراء إضافات عليها لاحقا. كل التوفيق إن شاء الله للأبيض ونادي الكويت في هذه البطولة مع طبعا السماوي والأخضر. قائمة الأبيض البطولة العربية راح تشهد قيد الرباعي المحترف للأبيض أيضا كذلك المهاجم الدولي يوسف ناصر اللي شفناه من خلال الصور في التمرينات المنضم حديثا إلى نادي الكويت. أبو فهد العميد راح يفتتح مشواره أمام الشرطة العراقي. هل هذه البداية صعبة أم سهلة للأبيض؟ لا ما في شيء اسمه صعب وسهل ابو مشاري. خلنا نعطي الصوره اوضح لاخواننا المشاهدين ان اليوم انت فريق العميد بطل الدوري بطل الثلاثيه الموسم الماضي يمكن حاليا ترى هو يدخل الموسم الجديد. نعم. والضغوطات ترى عليه من جمهوره يطالبه في الاستمرار. اليوم عندك بطولة العربية، البطولة العربية نادي الكويت يضم لاعبين ذو خبرة. صحيح. لاعبين شباب. صحيح. إدارة محترفة بالأمانة يوفرون جميع السبل الراحة للاعبينهم. أربع محترفين يوسف ناصر المحترف الخامس. نعم. لحد الآن هذا الكل عارف الشيء هذا. صحيح. ما نستبعد أنه خلاص يوسف ناصر أصبح محترف
اعتقد انه ثبت على الشيء هذا امام الشرطه العراقيه. الشرطه العراقي احنا ما نستهين فيه، نعم ايضا قوي في دوريه الشرطه العراقي، ولكن انا اشوف الاقرب للفوز اللي هو بالامان العميد ان شاء الله. اذا دخلوا المباراه في جديه اللاعبين وفي مستوى، انا اقول الجمهور العميد باذن الله الله يوفقكم ومبروكين ان شاء الله. وراح نشاهد الموسم هذا نادي الكويت، احنا دائما نقول علينا احنا كمصادرنا ان اللي نسمعها ونتواصل وياهم ونشوفه ايضا، ان نقول نادي الكويت الموسم هذا ترى ايضا راح يكون برتم اعلى من رتم الموسم الماضي. فكل التوفيق ان شاء الله للعميد في البطوله العربيه وفي موسمه الجديد وخلفه جمهوره الوفي، صحيح اسميه بالامانه اللي قاعد يحضر. نعم. كل فتره يتزايد جمهور في المدرجات في نادي الكويت، هذا مصالح الكره. نعم. الكويتيه. نعم اكيد. ابو فهد يقولون انت دائما تحب اللون الابيض في حياتك، محليا تحب اللون الابيض، حبيت اللون الابيض عليك العافيه. خارجيا اللون الابيض تحبه بعد، الملك الابيض ريال مدريد. نعم انا بالامانه في الكويت نادي الكويت، في الخليج الهلال السعودي، وعالميا ريال مدريد كلهم ابيض. ما غلط ما غلط اللي قال لي، ما غلط. نستكمل اخبار صحفنا المحليه ونفتح صفحات الانباء حيث جاء فيها التضامن يستعير وادي واديلم. حصلت إدارة التضامن على موافقة نظيرتها في القادسية على استعارة اللاعبين عبد العزيز وادي ومشعل أديلم لمدة موسم واحد لتدعيم صفوف العنيد في الموسم المقبل، وكلا اللاعبين من المميزين في صفوف الأصفر ومنتخبات المراحل السنية في المواسم الأخيرة خاصة المنتخب الأولمبي، حيث يجيد أديلم اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر كذلك، في حين يعتبر وادي أحد نجوم خط الوسط ويتنبأ بمستقبل كبير. استعارة اللاعبين أصبح شيء طبيعي وعادي من نادي القادسية تبارك الرحمن لتميز اللاعبين والحصيلة الكبيرة من اللاعبين اللي عندهم. فاستعارة نادي التضامن للاعبين القادسية عبد العزيز وادي ومشعل أديلم، شلون تشوف هذا التعاون ما بين الأندية واستعارة التضامن مثل هاللاعبين لموسم واحد؟ وهل الموسم الواحد يكفي أن الواحد يتأقلم مع النادي الجديد بأسلوب الفريق الجديد؟ بوشاين أول ما نبدأ في السؤال هذا أقول شكرا بالأمانة للقادسية لإعارة لاعبينه. نعم. ومساعدة الأندية وأيضا أي نادي يسمح للاعبة، أن نفس ما سمعنا أن كان حمد راح للعربي. نعم عارف شلون حمد أمان. نعم. نعم حمد أمان للعربي وافق التضامن أيضا موسم واحد. نعم موسم مشكورين تضامن أيضا، الأندية كلها قاعد تساعد بعضها. اليوم لا ننسى أن أنت عندك 5 محترفين حلو في الفريق، فاليوم ما في تأثير تقول التأثير القوي على اللاعبين انه يقول لك مركزه وما مركزه انه يروح او كذا. فاليوم احنا نقول انه بالعكس جود لك الى نادي التضامن. نادي التضامن ترى للعلم اشتغل، وهذا الخبر حقنا احنا وانا اقوله، ومع عليه الاخوي يوسف دابس مدير عضو طبعا مجلس الاداره ومدير اللعبه ومدير لعبه كره القدم في نادي التضامن. جود لك اشتغل من اول يوم صعد او ثبت في الدوري الممتاز. حلو. من اول يوم. نعم. تواجهت معاه باركت له قال لي ابو فهد انا اشتغل من اليوم. حلو. على الفريق. فالشيء هذا بالعكس احنا نقول نتمنى يحسب. نعم. ان شاء الله يلقى نتيجه. واقول ابو دابس الله يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. التضامن طبعا دائما المنطقه الرابعه التضامن. صح. طبعا طلع نجوم. نعم. وله تاثير قوي في الكره الكويتيه، لا انسى فتحي كميل. نعم. 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 نعيم سعد، عيال مرزوق، عبد الله وبران، المرحوم الله يرحمه محمد الشليمي، كثيرين من اللاعبين، ناصر السوحي الله يرحمه، عيال الباتل. نعم عيال الباتل. اسماء كثيره، اسماء كثيره. التضامن التضامن الفريق مو هي النادي. فبكل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. اليوم ننظر ان شاء الله او ننتظر يوسف دابس وربعه ان شاء الله شنو راح نبي نشوف المفاجآت الموجوده لهم بالتضامن، ونقول لهم بالتوفيق ان شاء الله. نروح الى اخر اخبارنا المحليه وستكون عبر صحيفه السياسه. العنوان يقول برحمه يقترب من سله القادسيه. اقترب يوسف برحمه لاعب الفريق الاول لكره السله بالنادي العربي والمنتخب الوطني من الانتقال الى صفوف القادسيه في صفقه تبادليه مع محمد خليل لاعب الفريق الاول للاصفر. يأتي ذلك ضمن خطة إدارة الأخضر برئاسة عبد العزيز عاشور لتدعيم فريق الكرة من أجل المنافسة على لقب الدوري.
ويطمح الفريق الأول لكرة السلة بالقادسية بقيادة المقدوني جوردانكو ومساعد مرتضى السيد إلى العودة لمنصات التتويج بعد خروجه الموسم المنصرم خالي الوفاض بعد سيطرة الكويت على كافة البطولات والتتويج بالدرع العام. كلام كبير وأخبار متداولة، والتويتر أمس مشعلل ما بين القتساوية وما بين العرباوية، وكل واحد مستانس في الخبر. العرباوية أيضا يتأملون خير في قدوم محمد خليل، والقتساوية أيضا يتأملون خير في برحمة وأيضا الحفاظ والمنافسة من جديد على الكرة السلة مع نادي الكويت. هل صحيح نادي القدسية مع نادي الكويت ينافسون؟ قادسية ينافسون الكويت؟ ينافس الكويت وكاظمة لا شك يعني احنا نقول. هل فعلا هذا الأمر أصبح واقع؟ التبادل أصبح واقع؟ أكيد على قولتهم الخبر مؤكد، لأن أمس ليه بالليل ما بين نفي وما بين تأكيد، لكن يعني حتى يمكن غطى على خبر حمد أمان، أصبحت الفرحة فرحتين عند العرباوية، الفرحة سريعة، حمد أمان أو وناسة، محمد خليل أو وناسة، فعلى قولتهم العرباوية مستانسين بشكل متسارع، مستانسين ولكن أيضا برحمة بروح إلى برحمة اللاعب الآخر اللي رايح إلى القتيل. يوسف لاعب فذ يعني. هل فعلا الفريقين أو الناديين عفوا احنا نقول مستفيدين من هذه العملية؟ مشاهين، أول شيء الخبر إذا اتفق، ما في شيء اسمه اتفق، إذا الناديين اتفقوا خلصوا، حلو، تم التبادل اللاعبين، نعم، في استعارة فلان لفلان، لاعب سلة لاعب قدم، صحيح. إن كان القادسية يقول لك أنا بطلب يوسف برحمة، يوسف برحمة نعم، يوسف برحمة من اللاعبين اللي لهم تأثير قوي في لعبة كرة السلة عندنا في الكويت. حلو. طبعا يوسف الرحمة يقدر يلعب لك بالميكر، يوسف الرحمة يقدر يلعب بالمركز 3 و4 أيضا، لاعب يتميز حتى في الثلاثيات، يوسف الرحمة مصالح سلة القادسية كونر تضم نجوم كثيرة، عندك يعني عبد الرحمن الشهو، عندك صالح اليوسف، صحيح، عبد العزيز الحميدي، كثيرين، الشايع مهنة، كثيرين من اللاعبين النجوم يقول لك احنا نبي بطولات الموسم هذا. نروح لمحمد خليل يقول لك نعم، القادسية طبعا يتأثر في محمد خليل، وأيضا ينفع نادي العربي ويحتاج نادي العربي أنه يكون لديه لاعب مثل مستوى، نعم، أو مثل محمد خليل بالضبط. بالأمانة لاعب قامته جيدة، خط الوسط ممتاز، يكون خط الوسط جدا ممتاز، نعم، طبعا، نعم، احنا لا ننسى موجودين منه بخط الوسط، يعني صحيح. أنا بيك بهذا الجانب وهذه النقطة، مع الفرحة العرباوية صار في شويين بعد حزن عرباوي، ماكو بنفس الوقت، ما يمدي العرباوية بنفس الوقت يفرحون حرب. ففي خبر طلع بأن العربي في صدد الاستغناء عن لاعبين الوسط أيضا، عبد الله شمالي والنجم أيضا علي مقصيد، في نفي، ما شفنا تأكيد لكن النفي أصبح أكثر على حسب كلام سليم، على حسب مصادر ابو فهد، حسب مصادري ان اليوم لو ننظر الى الشمالي ايضا ترخامه جيده، اكيد، ونتكلمنا عن لاعب الخبره، نعم، والغدير بالامانه، حاليا نقدر نقول عنه الغدير، نعم، علي مقصيد النجم كابتن الكبير، كابتن الفريق، نعم، نعم، كابتن الفريق، له تاثير قوي جدا، والعربي محتاج انه يكون له قائد في الملعب. لا ننسى ان علي مقصيد هو قائد في الملعب، نعم، وروحه، نعم، الكل يشيد فيها نادي العربي، وهم ابن النادي العربي، صحيح صحيح، ابن القلعة الخضراء. فاليوم إن خسر العربي، باحترامي إلى مجلس الإدارة، نعم، إن خسر علي مقصيد، فأقول للجمهور الزعيم عانكم الله على جزء كبير بالفريق راح منكم، وإن ثبت موجود، ايه؟ أنا أقول للمجلس الإدارة قد لك أن علي مقصيد له تأثير كبير إن كان في الملعب، حلو، حتى لو كان هو موجود على دكة الاحتياط ولكن بالفريق. هل النفي رسمي من النادي العربي؟ ما في شيء رسمي، كتاب رسمي المفترض أنه يطلع حتى لو عبر برنامجنا أو، نعم، أي برامج رياضية موجودة، التليفونات موجودة، صحيح، مفتوحة لديه طبعا من رئيس النادي إلى أمين، نعم، السر إلى مدير الكرة، حلو، عليه أنه ينفي كونه طبعا الاسمين، وخاصة باحترام الشمالي وخاصة الكابتن علي مقصيد، نعم، له تأثير كبير في الشارع الرياضي الكويتي، تنفي الخبر هذا والعكس مصالحك يكون. جميل، كل التوفيق للعربي بهذه التعاقدات صراحة المحلية وحتى الأجنبية، وعلى قولتهم البداية ستنطلق من تاريخ 26 أمام اتحاد سكندري. نعم، ايه؟ والعربي محتاج الموسم هذا،
محتاج الجمهور قاعد يطبخ ترى جمهور العربي اللي صبر والله في صدق يطبخ والله يطبخ جمهور العربي محتاج من الان اصلا بلشين انت تشوف العربي لو يقول لك وقع مع لاعب ولو معروف جمهوره ما يسكت يشيله زين انت ما شفت اللاعب شلون تمدح فيه فالجمهور الكل حاسد العربي على جمهوره انا اقول عبر برنامجنا العربي لديه جمهور اللي صبر السنوات الطويله هذه والله احييكم وتستاهلون من يحييكم ولكن اتمنى ان مجلس ادارتهم ان ما يخذل الجمهور الموسم قلت لك للعربي وجماهيره في هذا الموسم وكل مواسم الاخرى القادمه وكذلك عشان لا يزعلون بعد القساوي والكويتاوي هني الاشكال لا لازم كل الانديه كل الانديه ان شاء الله يوفقكم على العموم شكرا ابو فهد كابتن احمد شماعة تواجدك ويانا اليوم حبيبي ابو شاهين وانا اكثر بعد الانتهاء من جولتنا المحليه لهذا اليوم نذهب لفاصل قبل البدء باستطلاع الصف العربيه نبدأ مع الراية القطرية القطراوي يتعاقد رسميا مع الخياطي وفي رياضية السعودية السومة يطلب الرحيل وفي صحيفة عمان العمانية صحار يتعاقد مع تراوري وبيرنجر حياكم الله من جديد فيما بين السطور مع الأخبار العربية والخبر الأول من الراية القطرية القطراوي يتعاقد رسميا مع الخياطي أعلن نادي قطر عن تعاقده رسميا مع المهاجم الهولندي من أصل مغربي عبد الناصر الخياطي قادما من نادي أدو دين هاج الهولندي بعقد لمدة عامين مع خيار لموسم ثالث وهو ما سبق أن أشارت إليه الراية الرياضية في الثالث من الشهر الحالي تحت عنوان القطراوي يتعاقد مع الخياطي لمدة عامين وبالتعاقد مع الخياطي يغلق نادي قطر صفقاته من اللاعبين المحترفين بعد أن سبق أن تعاقد مع الأوزبكي راشيدوف والمغربي المهدي برحمة والإسباني أليخاندرو خيمينا والكونغولي جونيور كابانانغا صحيفتنا الثانية ستكون من الرياضية السعودية السومة يطلب الرحيل أشارت الرياضية السعودية لمصادرها الخاصة إلى أن المشكلة التي حدثت بين الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم وعمر السومة مهاجم الفريق قبل مواجهة الهلال الثلاثاء الماضي في دوري أبطال آسيا لا تزال قائمة وأكدت المصادر أن مسيري الفريق لم يستطيعوا حل تلك المشكلة في تدريب أمس الأول وينتظرون عودة التدريبات مساء اليوم للاجتماع بالمدرب والمهاجم من أجل إنهاء الخلافة وبينت المصادر أن السومة أوضح للإدارة الأهلاوية رغبته في الإعارة إلى أحد الأندية مفضلا عدم البقاء في النادي في الوقت الراهن وأنه يملك عرضا من نادي خليجي من الأفضل يعني أكيد بلا شك هما عارفين المرحلة اللي واصلين فيها السومة مع المدرب والكل يحب السومة فمن الأفضل مثل ما هو قال السومة الإعارة ومن ثم العودة بعد ممكن رحيل المدرب لأن السومة خسارة كبيرة بلا شك للأهلي ومكسب لأي فريق آخر صحفنا العربية ستكون عمان العمانية والتي جاء فيها صحار يتعاقد مع تراوري وبيرنجير تعاقدت إدارة نادي صحار مع لاعب خط الوسط المالي إدريس تراوري القادم من نادي شباب الجبل الليبي ومع لاعب المدافع الكونغولي بيرنجير القادم من نادي الشعلة السعودي كلاعبين محترفين على قوة الفريق الكروي الأول الذي يستعد لمنافسات الموسم الكروي المقبل 2019-2020 وتم التوقيع مع اللاعبين بحضور حمدان بن علي الشيراوي رئيس مجلس إدارة نادي صحار وكان اللاعبان قد خضعا للتجربة مع الفريق بقيادة المدرب الروماني سيبيريا
حيث أبدأ الجهاز الفني الارتياح منهما ورأى أنهما قادران على صنع الفارق وتقديم المستوى الفني الذي يرتقي بأداء الفريق. نذهب من بعد صحفنا المحلية والعربية إلى الصحف العالمية بعد الفاصل. نبدأ مع الموندو ديبورتيفو. غريزمان سلاح البارسا في سان ماميس. أما صحيفة ديلستار الجنارز تكشف عن موعد عودة تيرني. وفي صحيفة كيكر الألمانية دورتموند يرفض بيع الواعد سانشو. نستهل جولتنا العالمية من صحيفة الموندو فيما بين السطور. غريزمان سلاح البارسا في سان ماميس. أعلن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة أتلتيك بلباو اليوم الجمعة في مستهل مشوار البلوغرانا بمنافسات الليغا والتي ستقام بملعب سان ماميس. وشهدت القائمة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، واستبعد فالفيردي الرباعي توديبو وآرثر ميلو وموسى واغي وفيدال لأسباب فنية. بينما ظهرت الصفقات الجديدة غريزمان وجونيور فيربو ودي يونغ وأيضا لاعب فريق الشباب كارلوس بيريز. كما شهدت القائمة تواجد فيليب كوتينيو رغم التكهنات التي ربطته بمغادرة النادي. كل التوفيق للليغا الإسبانية بانطلاقتها اليوم وفي المباراة الموعودة، يعني أكيد على ملعب صعب سان ماميس لفريق برشلونة. وعادة ما تشهد هذه المباريات ندية خاصة في أول جولة من الليغا وعدم تواجد اللاعب الأول في الفريق ليونيل ميسي، فتحدي كبير لفالفيردي مع النجوم الجدد والسلاح القديم. وجاء أيضا في العنوان الفرعي صحيفة ديلي ستار الجنرز يكشف عن موعد عودة تيرني. أكد نادي أرسنال غياب لاعبي الاسكتلندي الجديد كيران تيرني حتى أكتوبر بسبب معاناته من الإصابة. وكان تيرني قد انضم إلى أرسنال في آخر أيام الميركاتو الصيفي قادما من سيلتك الاسكتلندي مقابل 25 مليون استرليني. ووفقا لموقع فوتبال اسكتلندا أصدر الجنرز تحديدا حول إصابة اللاعب الجديد، وكانت الأخبار أسوأ من المتوقع، حيث صرح النادي اللندني من قبل بأن تيرني سيشارك في غضون 6 أسابيع، ولكنهم قاموا الآن بمراجعة التوقيت نظرا لسوء الإصابة. متراجعين هالجنرز، مو متراجعين هالأرسنالية، في كل موسم لازم إصابة إصابتين قبل بداية الموسم. نذهب إلى صحيفة كيكر الألمانية. اللون الأصفر يقول بفريق دورتموند. دورتموند يرفض بيع الواعد سانشو. كشف هانز فاتسكا المدير التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند عن موقف النادي من بيع نجمه الإنجليزي الموهوب جادون سانشو. وقال فاتسكا: هناك من يتواصل معي من أجل سانشو. وأضاف: أحد المدراء من أكبر الأندية في العالم تواصل معي خلال الربيع الماضي ليبحث عن إمكانية التعاقد مع سانشو، وأخبرته بأنه لا يوجد فرصة للتعاقد معه، وأخبرته أنه يمكن أن ينسى ذلك، واختتم: في الواقع لا نريد التفريط بأحد أفضل المواهب في قارة أوروبا. وصلنا طبعا إلى سانشو والنجم الموعود والموهوب في فريق دورتموند، غني فريق دورتموند بالمواهب، وشفنا أسماء كثيرة سواء غادرت أو بقت مع هذا الفريق. سانشو سنراه في الموسم القادم في البوندسليغا مستمر مع دورتموند. كل التوفيق لدورتموند أمام الفرق الألمانية. على العموم وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام، اليوم الجمعة وغدا السبت نلتقي بإذن الله تعالى فيما بين السطور في نفس التوقيت. مع السلامة.